يقول السائل: نحن في هذه البلاد المباركة لا يوجد عندنا شرك واضح، فهل ندعو إلى الصلاة وإلى التوبة والاستغفار؟ يقول إيش؟ يقول: نحن في هذه البلاد المباركة لا يوجد عندنا شرك واضح، فهل ندعو إلى الصلاة والتوبة والاستغفار؟ ندعو إلى التوحيد ونحذر من الشرك في كل مكان في هذه البلاد وفي غيرها، لأن فيه من يجهل التوحيد حتى في هذه البلاد، يجهل التوحيد ويجهل الشرك، فيبين لهم هذا. نعم.